حمو بيكا يدافع عن نفسه ويقول انا ما قلتش هروح النقابة بالملابس الداخلية، وكل الدعم للفنانة الكبيرة منى زكي. اكد الفنان او المطرب المهرجانات حمو بيكا انه ما هاجمش الفنانة منى زكي بسبب فيلمها اصحاب ولا عز، وان الناس قالت ان هو هيروح النقابة بالملابس الداخلية وهيلاقي دعم من الفنانين زي اللي عملته الفنانة منى زكي في المصحاب ولا عز، ولقت الدعم من كل الفنانين ومن نقابة المهن التمثيلية. بس حمو بيه كان في الكلام ده وقال أنا ما قلتش كده، ولا ينفع أقول كده كمان. قال إن الصحافة هي اللي بتخترع أخبار وبتنزل بوستات عليها صوري، وبتأكد إن الكلام ده أنا اللي قايله أو أنا اللي كاتبه، لكن في الحقيقة أنا ما قلتش الكلام ده ولا ينفع أقول الكلام ده. وكل طبعا التقدير والاحترام للفنانة الكبيرة منى زكي ونقابة الموسيقيين والفنان الكبير هاني شاكر. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى إنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.